مساء الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل مكان في الدنيا، وحلقة جديدة من برنامجكم صبرنا ونوليا. دايما بيبقى أول فقرة عندنا هي اسأل نوليا، ودايما نوليا ما بتحتس لوحدها، لازم يبقى معانا ضيف أو ضيفة عشان ما تدبست لوحدي في الإجابات طبعا. بلس بقى ان احنا بنبقى عايزين نسأله لو كان فنان عن تاريخه، نلعب معاه شوية، نضحك معاه شوية. لكن ضيفتي النهاردة هي مش ضيفة، هي صاحبة مكان، وصاحبة مكان جوه قلبي. هي صاحبتي وحبيبتي وصاحبتكو انتو كمان، لازم لما تشوفها تحس ان هي اختك، بنت خالتك، حد كده لازم قريبك، وجه مصري اصيل جميل. وكمان لازم لما تشوفها تفتكر حاجات ليك معاها ذكريات حلوة، زي مثلا فاكرك يا ناسيني، بعدك على عيني، حاجات جميلة كده لخبطيطة في بعضها. معانا النجمة اللي تألقت السنة دي بالذات، وهي صفاء جلال. حبيبتي يا صفاء، ايه نوليا المقدمة الجميلة دي. احنا اصحاب من زمان على فكرة، ويمكن دي اول مرة في حياتي اقعد قدام نوليا كمذيعة. يعني انا بقعد معاها بره، مش عايزه اقول لكم يعني نوليا شخصيه فظيعه، فهي بتقدمني دلوقتي انا يا مالا اتحولت نوليا. نوليا انا صفاء يا نوليا دي، والجيران بقى قدام وحاجات كتير جدا. يعني منورانا يا صفاء، ربنا يخليكي. وايه الالوان الجميله دي؟ اما انا قلت بقى يعني اصرف بقى، يلا بقى يلا اصرفي بين بقى. الاول مبروك على كل التكريمات يا جماعة، صلة رحم. انت عملتي السنة دي ضجة شوية كده، الحمد لله. قولي لنا بقى شوية، بتخافي من العين؟ بصي، هو صلة رحم اكتر مسلسل بياخد تكريمات من مواقع جامدة جدا. يعني خدنا في انرجي احسن مسلسل باستفتاء النقاد، ودي صعبة جدا لانه 15 حلقة، واستاذ طارق الشناوي كتب كلام جميل جدا عننا على المسلسل كله. يعني هو مسلسل فكرته صعبة، طارق صعب جدا يعني. جدا، ونقاد كتير صعبين كلموا على المسلسل بشكل حلو قوي قوي قوي. كان صلة رحم، وسيد العقارب مسلسل جميل جدا انا اشتغلت فيه برضو مع فنانة غادة عبد الرازق، وكنت ضيفة في المداح. يعني هو المداح بس العيال بيخافوا مننا والله. وفي حد يخاف منك يا من المداح؟ مش مني. طيب بس سابع جار انت سبتي فيه علامة. سابع جار كان حالة غريبة جدا. يعني مسلسل احنا عاملينه عشان لينا، مش عاملينه ان ينجح جماهيريا بالشكل ده، بس هو من كتر صدق الكلام او شبه الناس كلها، وشبه امهاتنا وشبه صحابنا وشبه بناتنا، فده حقق نجاح غريب جدا، وخلق جيل بيتفرج على دراما ما كانش موجود. صح، يعني طلبت، احنا رحنا اتكرمنا في الجامعة الامريكية، كمية الشباب، انت بتكلمي في طلبة جامعة بيتفرجوش على التلفزيون، بيتفرجوا على افلام اجنبي، بيتفرجوا على مسلسلات اجنبي، ممكن يشوفوا فيلم عربي، انما يتفرجوا على مسلسل ويحبوه ويرتبطوا بيه من الضحك. انا كنت في عزا امبارح وجات واحدة جنبي، ايه ده بحبك قوي في سابع جار. حضرتك احنا لازم نعمل حزن، الراجل ابوه ميت يعني مش هينفع نتكلم في سابع جار. لا لا، ده انا كل شوية اشغل المسلسل. دي جملة بسمعها يعني كتير جدا. واحد تقول لي مثلا ايه، انا وانا بسافر امريكا ببقى معايا اللابتوب منزله المسلسل عليه عشان اتفرج على سابع جار، اللي هو جمله صعبه جدا. يعني يا جماعه في ايه؟ مش للدرجه دي. لا، بيحبوا المسلسل جدا جدا. والرحاله دلال عبد العزيز الله يرحمها، ما هو لما سالوني قالوا لي ممكن يبقى فيه جزء تاني، قلت لهم لحد ما كانت دلاله الله يرحمها عايشه كان في امكانيه ان احنا نعمل جزء تاني لسابع جار. انما بعد موت دلاله الله يرحمها، هي كانت من الأعمدة القوية جدا اللي خلت الناس حبت سابع جار، لأنها كانت شبه أمهاتنا بجد. طريقتها، أنا محدش بيساعدني، أنا مش عارف. أيوة صح، دلال ابنة بجاماتنا. أيوة اللي هي حتة. أيوة وحتة، عارفة. أيوة اللي هو مش يعني يعني قاعدين في البيت بجد بجد، واللي نايم واللي مدد على الكنبة واللي نايم على الأرض. فالله يرحمها، يعني الله يرحمها. كانت إنسانة عظيمة وممثلة عظيمة. بس أنت بدايتك كانت إعلانات. بس مش بدايتي انا، بدايتي كانت مسرح. يعني مسرح. انا اشتغلت مسرح الاول، وكنت بشتغل مع المسرح اعلانات. طيب. لان الاجر في المسرح كان قليل جدا، كان يدوب ايجار الشقه. فكان عشان اصرف على المسرح واصرف على اللبس واكل واشرب يعني، فكانت الاعلانات.
فاشتغلتي الاعلانات. اه وجه جميل. امال بقى رحتي ازاي للكليبات بقى؟ لا ما انا كنت خلاص بقى، انا كنت بقيت صفاء جلال يعني. كان بقالي اعمال بشتغل فيها مسلسلات ممكن تكون ادوار مش كبيره، بس كوش اعلاني زمان كانت مش الموضوع سهل زي دلوقتي السوشيال ميديا. تعملي اعلان تفرقعي، لا يعني. بس انا كنت خلاص بدات ابقى من الوشوش اللي معروفه في التلفزيون بتعمل اعلانات. بس انا اول ما بفتكر فاكرك يا ناسين على طول انت بتيجي. بصي هي ساندرا نشأت لما جت تعمل الكليب ده بالذات عاملاه فيلم، هي كانت بدايه ظهور انك تعملي فيديو كليب كفيلم. مخرجه سينما كبيره جدا، استاذ محسن احمد مدير تصوير كبير جدا، نجم زي محمد فؤاد جاي من مكان اللي هو الفيديو كليبس كانت كلها اغاني ورقص واستعراضات وحركه الكاميرا، وتلاقي المغنيين بيتحرك. فهي حبت تعمل فيلم. اه فاحنا بنمثل، ما كناش طالعين هي بتقعدي تترقصي قدام الكاميرا، لا احنا بنمثل. جابته وهو ماشي بالعجله. الفيديو كليب ده عمل نقله كبيره جدا. والفيديو كليب ده كان من اسباب اختيار جوزي ليا عشان حبيبي. لا 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 ده احنا عايزين نوجه له بقى التحيه استاذ وليد عناني. لا ده احنا لسه بقى هو يعني هو يا جماعه بالمناسبه لما عرف ان انا صفاء عايزه استضيفها عندي قال لي ايوه وجيبوا سيرجي وانا قلت له انا برضو انا برضو انا برضو يا ابني انا يا ابني شكرا. فهو قال لي انا حبيتك من الكليب عشان كنت فاكرك رقيقه. طلعت ولا رقيقه ولا عارفه يعني في الحقيقه مش رقيقه، لما في الكليب هو كنت فتاة احلام. فتاة احلام باين اتصدم بقى بالواقع. طب اخبار الجواز معاكي ايه بقى بعد العمر ده؟ الحمد لله بحمد ربنا الحمد لله جدا. وهو انسان محترم وطيب وحنين وجدع وبيخاف عليا وعلى بناته، فالحمد لله. خمسه مواه بس خمسه مواه. وصفاء عندها بنوتين زي القمر. علاقتك ايه ببنات؟ بصي احنا صحاب قوي يعني. يعني سلمى 24 سنه دلوقتي، اتخرجت من معهد سينما رسوم متحركه، ودايما بتناقش معاهم يعني. كارما دلوعه شويه. كارما جوزائيه مجنونه. فهي بتحب الدلع، بتحب اللبس، بتحب الضوافر والشعر، يعني هي الحاجات دي اهم عندها من اي حاجه في الدنيا يعني. تكلمي عن التعليم تقول لك ليه التعليم، احنا الضوافر دي مهم يعني. انا ممكن اقعد بصي ضوافري مش حاجه. هي ما تقدرش لو ضفارها اتكسر. عكس سلمى بقى. عكس سلمى. سلمى شبهي اكتر في الحته عملية دي. اكتر بوهيميه قوي يعني، فاهمه اللي هو على الله حكايتنا، فما يعني مش ممكن ننزل شعرنا ملموم عادي. انما كارما لا، كارما شيز بيرفكت يعني. هي وابوها الاثنين جوزائيين، والاثنين الايمج بتاعتهم والقعده والشياكه، ويحبوا اللبس ويحبوا الشوبينج ويحبوا يعني يدلعوا نفسهم. طيب هم قريبين من باباهم اكتر ولا منك اكتر؟ مين الشديد في البيت؟ لا شديد وليد طبعا. انا تافهه جدا، انا حيرم في البيت. أنا جوزي يعني يقول لي أيوه المحامي، البسي بقى الروب بتاع المحامية دافعي. ما ينفعش أكلم مع واحدة فيهم. ما ينفعش أقول رأيي على أي حاجة. تقفي تلبسي روب المحاماة وتدافعي. فأنا لا، أنا يعني أنا شخص. طب كانت علاقتك عايش بلقمته في البيت. إيه يعني سر علاقتك بقى بالفنان جلال الشرقاوي؟ الله يرحمه. الله يرحمه. دي بصي أقول لك على حاجة، أنا الموضوع كله بالنسبة لي جه تهريج يعني. احنا كنا بنهزر، فواحده صاحبتي جت عاشت في القاهره، فبتقول لي انا بعمل كاميرا تيست الاعلانات، ما تيجي. وانا كنت في اسكندريه ساعتها. فجيت فعملت كاميرا تيست مع المخرج الله يرحمه الاستاذ جورج دوس، من الناس اللي يعني انا بكن لها كل الاحترام والتقدير. وهو سبب اساسي في اني دخلت شغلانه التمثيل يعني. فقال لي ده استاذ جلال الشرقاوي بيعمل مسرحيه اسمها دستور يا سيادنا، بطوله نرمين الفقي، استاذ احمد بدير وفتوح احمد وخليل مرسي. فانا رايحه اتفرج على النجوم. انا مش عارفه اسكندريه بتشوف النجوم مره في شيراتون لما يبقى في مهرجان اسكندريه. صح. فما كانش الممثل موجود بالشكل اللي موجود بيه دلوقتي تشوفيه في اي حته، او تعرفي ان نوليا في الحته الفلانيه، او السوشيال ميديا يعني كشفانه موجود الكلام ده. فرحت اتفرج ايه العالم ده. راح المسرح قابل الاستاذ جلال الشرقاوي، استاذ احمد بدير، نرمين الفقي كانت اشهر بنت في اسكندريه. يعني وجه اعلاني نمره واحد يعني. هي وجهان نصر كانوا مكسرين الدنيا، اشهر اتنين في مصر كلها. فرحت فقعدت، فبيقول لي اقري، فقريت جورنال يعني. انا ما بعرفش اقرا، ما مثلتش خالص حتى في الكليه.
انا كنت اداب اجتماع، اصحابي اداب مسرح، تعالي معايا من المسرحيه، قلت لهم انا امثل ليه؟ انا الناس تضحك عليا، ما ينفعش امثل. انا مالي يا لمبي. فقريت، فقالوا لي بكره البروفا الساعه 9، فلقيت نفسي بمثل وانا ما بعرفش امثل. فاستاذ جلال بصراحه يعني، غير ان انا بقيت اسمي صفاء جلال، لان انا مش اسمي صفاء جلال، اسمي صفاء علي، اداني فرصه كبيره جدا. وساعتها المسرح كان حاجه قويه جدا طبعا، ومسرحيه كانت حلوه قوي يعني، مسرحيه سياسيه ومسرحيه، واستاذ احمد بدير كان نجم المسرح في الفتره طبعاً دي طبعاً. كان لازم مسرحيته تبقى يعني كل سنه بيبقى عنده مسرحيه مع استاذ جلال الشرقاوي واستاذ محمود التوخي الله يرحمه. فلقيت نفسي على المسرح ولقيت نفسي بمثل، فرجلي جت. بعدين انا كنت واهلي متخيلين ان انا هلعب شويه وارجع تاني يعني، لقيت نفسي خلاص بقى حياتي بقت التمثيل، عملت فيديو وعملت اعلانات، فبدات اشتغل ولقيت خلاص ما عنديش حاجه تانية غير ان انا بقى يعني ممثلة. انت عشان كده تسميتي صفاء جلال؟ فعلا. ده سر بقى. انا لا لا كل الناس عارفينه، بس انت اللي مش عارفه. احنا اصحاب قوي. عيب يا نوني، انت فضحتني كده قدام الاجانب وقدام الاجانب. عمرك ما سالتيني السؤال ده. خلاص بقى، خلاص بقى. مش بقول لكم اول مره اقعد معاك كمذيعه، فمش عارفين نتاقلم. لا بس احنا عارفين اكتر من كده كتير، اكتر من كده. عايزه اقول لك بقى على حاجه يا صفاء، الفقره دي اسمها اسال نوليا. اوكي، انت عارفه محسوبتك بقى. ايوه ما بتغرقش حد خالص. ايوه بقى. فاحنا بيجي لنا مشاكل، فاحنا بنحب ايه تضيفي شاركنا اوكي في الحلول. اوكي، ودي بتبقى معظمها مشاكل اسريه اجتماعيه. انا بقول رايي وبعد كده حضرتك بتقولي رايك، تصدقي عليه او تقولي او عيني، وبعد كده بنبدا بقى نتناقش نشوف ايه القصه. تعالي نشوف مشكلتنا النهارده بتقول ايه. جالنا مشكله من سين الف. سين الف مثلا ايه؟ سميحه احمد مثلا. استاذه سميحه، لا سوري ده راجل، انا اسفه يا جماعه. سامح الف. سميح. سميح او سامي او سامح، ما علينا. انا مراتي نكديه ودايما ضربه بوز وخناق وزعيق معايا ومع الولاد على كل حاجه سواء صغيره او كبيره. متجوز من 24 سنه يا عيني، ونفسي احس باستقرار. انا على طول بهرب من البيت عشان ما احتكش بيها، والاول مره بفكر اني اطلق لاني بجد ما بقتش قادره استحملها. هي شخص لا يطاق وصعب التعامل معاها، وانا عايز حل. طب معلش يا استاذ سين، يعني يا استاذ سامح او يا استاذ سامي، معلش يعني، معلش في الكلمه يعني، حضرتك متزوج من 24 سنة. هو يعني ليه حضرتك لسه فاكر دلوقتي انك تطلق؟ دي ده سؤال برضو مهم جدا اساله حضرتك. يعني بتعذب بقالك 24 سنة. المفروض تكون نحست خلاص يعني، يعني خلاص تعودت يعني. لو قمت لقيتها بتضحك تتجنن. مش عارفه اللي هو ايه ده، في ايه محضره لنا نكد؟ لا يعني خلاص اتعودت بقى. طبعا. فحضرتك يعني التوقيت برضو غريب شويه، ولا هي بقى سهى زميلتك ابتدت تعزمك على الفطار؟ الفطار ايوه. يعني في حاجه، انا رايي انك تكمل الباقي من عمر حضرتك، ربنا يبارك في عمر حضرتك مع مراتك. يعني تعرف امراض الضغط والسكر وحاجات مش هيشيلك غير مدام عفاف زوجة حضرتك، لكن يعني سهى وسماح وبتاع مش عايزين حاجه يعني. حضرتك لو وقعت في لحظه محدش هيشيلك غير زوجتك. فانا حاسه انه متاخر قوي حضرتك سؤالك اللي حضرتك، ومفيش حاجه طبعا متاخره يعني على ربنا ولا حاجه، بس حضرتك يعني لا كنت جيت بدري شويه. انا شايفه ان 10 سنين على الاقل يعني 10 سنين يعني مثلا يبقوا ايه 14 14 مش 24. بعدين احنا ايش ضمننا يا صفاء ان هو ان هي اللي نكديه؟ طبعا. صح ولا لا؟ لا، وممكن تكون انت ما فكرتش في يوم من الايام تسال نفسك الست دي محتاجة ايه، او نفسها في ايه، او عايزة ايه، او ايه اللي بيفرحها. لانه مشكلة الناس اللي بيتجوزوا انه بياخد اللي قدامه مسلم بيه، انه هو خلاص يعني هي موجودة وهي مضمونة وهي ام العيال وهي بتعمل كل حاجة. بس هل فكر في يوم يدور ايه اللي بيخليها مبسوطة؟ نفسها في ايه؟ فاكرة الجملة بتاعت عايزة وردي ابراهيم بتاعت هند صبري في فيلم احلى الاوقات؟ هي نفسها في ورد. انت بتشوف يعني حتى جبنا نعناع. لا لا، حتى المشهد نفسه بيقول له ما تقوليش ان كيلو الكباب احلى من الورد. هي عايزه ورده، هي محتاجه
تحس انها بني ادمه محتاجه تحس مش آلة بالتقدير. مش آلة طبعا. انت ما فكرتش ان انت في يوم الايام ممكن تكون انت سبب انت واولادك النكد اللي فيه الست دي؟ صح. لا ما بيفكروش كده على فكره. يعني هي بتعمل لك اكلك وبتغسل لك هدومك وبتنظف لك بيتك وبتربي لك عيالك وبتعلمهم. فهي ممكن تكون كان نفسها في حاجه بسيطه جدا. ايوه. محتاجه انك انت تاخدها تنزل تتمشى بيها على الكورنيش تاكله ودوره. بطل بقى استاذ سامح بقى. يعني مشي بقى مشي على الكورنيش. بتقول لك ايه مدام صفاء يعني مش هيجرى حاجه كوزين دوره يعني مش موضوع حاجه هتضلعك يعني وتيجي بعد كده دور ضرب ابوز. ما انت لا عايز تقعدها على كافيه ولا عايز تجيب لها كوزين دوره ولا عايز تشربها سحلب في مش عارفه فين. طب ما الست برده ما هيش قاله هتقعد يعني وتقول لك ولا ورده يا ابراهيم يعني حتى الورده يا ابراهيم. فمش كده برضو. ما احنا مشكلتنا ايه؟ في راجل زي ما انت قلتي كده يفضل يضغط 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 واحنا برضو ما بنتكلمش. لكن احنا شاطرين في البوز الحقيقه برضو يعني. هي حبيبتي يعني هي ممكن تكون كمان في ستات ما بتعرفش تعبر عن حزنها او غضبها او زهقها بتخاف او انها تكون تقول انا تعبت انا زهقت انا مش قادره اكمل. يعني فاهمه يحرجها قدام الناس مثلا ممكن راحوا عند قرايبهم كسفها ممكن خبطها كلمتين. هو بيقول انها نكديه. هو مفكرش في ال 24 سنه ايه اللي ممكن يكون ممكن يبسط الست دي. لو فكر او قرر او يحب يعمل حاجه هو شايف انها بيرجع لها. ما هي طول النهار بتلف في الساقيه طول النهار بتجري ورا اولادك طول النهار. انت شايف انها ما بتعملش حاجه يعني في رجاله مستفزه لا جدا. هو بيجي من شغله بيغير هدومه ياكل ينام ساعه وبعد كده ينزل يقعد مع اصحابه على القهوه وخلاص. وهي دي الحياه. هي بقى شايله هم البيت كله. ايوه. فبالتالي انت سمعت هي عندها ايه؟ سمعت مشكلتها ايه؟ يا اخي حتى لو قاعده في قصر محتاجه تتكلم معاك. طبعا. انما انت طول النهار بتتكلم في الشغل مع ناس وبعد كده بتتكلم قاعد في كافيه ولا على قهوه برضه مع ناس. طب وهي فين بقى؟ يعني هي فين من حياتنا دي كلها؟ وفي الاخر يقول لك ما انكدش عرفني ان انت مش نكدي. ومش عرفني انك مش بتاع ستات، مش عارف ما تحرجهاش قدام اهلك، مش عرفني حضرتك باعت جزء بس، يعني باعت حضرتك تبقى متجوز من 24 سنه. طب وانا مالي انا متجوز من 24 سنه؟ احنا مالي انا؟ فاضل لك سنه وتخلص تقبيلتك خلاص. بالظبط يعني. وجيت صحيح استاذ عيش عيب ده الطلاق مش كويس. والنبي لو هي عرفت المعلومه دي عايز محتاجين برضو حد في الكنترول يا جماعه يقول لنا يعني مدام سين عين يعني عايز ست برضو ايه؟ على فكره بس في ستات برضو غاويه بوز. ماشي بس برضو كل ست عايزه تتبسط. مهما كانت نكديه ومهما كانت بتحب المشاكل ومهما كانت متعصبه ومتوتره من حياتها ومن عيالها محتاجه تسمع حاجه حلوه. محتاجه تجي لها هديه حلوه. اسالك حاجه بتضربي بوز؟ انا؟ مالك بتضحكي كده؟ شكلك بتضربي؟ خالص لا. لا صفاء مش على طول صفاء البوز دايما والله مش عارفه لو بفرهد منه. لا انا بمناسبه البوز انا هخليها تحكي لكم موقف هي عملت بوز غصب عنها في البيت وفي كل حته. بسرعه كده احكي لنا الموقف. بصوا يا جماعه انا جيت في يوم من الايام كده صديق لزوجي كان دكتور اسنان فقال لي ان انا عندي جامي سمايل او جامي تيس اللي هي ضحكه لثويه. لما بضحك اللثه بتبان. ايوه. فقرر انه يخدمني وراح مديني حقنه بوتوكس في شفايفي. انا تشوهت يعني. وصف لهم انت كنت عامله ازاي؟ تكرين الليمبي يا مال مش عارفه اطف. والاسوء ان وليد قاعد جنبي واحنا راجعين بالعربيه فبضحك فلقيت جوزي واقع في الارض فانا مش فاهمه مش شايفه وشي. فلما روحت البيت ببص في المرايه انا اتشوهت. انا قعدت ست شهور يا جماعه مش عارفه اضحك. بجوز ست شهور مزوده. ست شهور انا مدمره بسبب هذا الدكتور. بس عايزين رياكشن بالظبط قدام الكاميرا يا جماعه. عايزين رياكشن. ده بوز اجباري بقى. لا عارفه مش عارفه احط روج. يعني اما اجي احط روج. طب تاكلي ازاي؟ لا باكل بس اما تيجي تحطي روج ميه بقشر الميه بتنزل من بقي. يا الله العظيم اتدمرت. بيحصل كده. اتدمرت بجد. قعدت ست شهور. وقلتي انك رحتي اتكرمتي؟ رحت تكريم بقى فانا المفروض ماسكه الجايزه وبتكرم. مش طايقه نفسي. صور وحشه وحشه رميتها كلها ما نزلتش ولا صور. كنت مبوزه وانت بتتكرم بس غصب عنك. اقول لك على حاجه في سابع جار في بعض المشاهد وشي كان بايظ بسبب الحقنه دي. بسبب الحقنه دي.
انا الدكتور رحت للدكتور عشان تحاول تصلح التشوه اللي حصل شوية. تعمل لي فيلر ولا تنفخ لي بقي، يعني عايزه الشفه تطلع لزقت جوه. ايوه. فقالت لي هو يا حبيبتي كتر خيره اداكي اوفر دوس بوتوكس في شفايفك فموتها لك. انا قعدت 6 شهور وبجوزي كل ما بفصل يضحك وصحابي يتريقوا عليا لا لا كنت بس ده بقى يا جماعه البوز المضحك، وده البوز الاجباري اللي جه من غلطه الدكتور، صح يا صفاء؟ صح كده. لكن صفاء بشوشه وبتضحك على طول، وانا على طول عندهم في البيت وبشوف الابتسامه ما شاء الله ما بتفرقش وشها. فرهده يعني، فرهده. باكل عيش، باكل عيش. أيوة. بقول لهم انا جاي اكل عيش هنا، انا جاي داخل الجنه بجد. البوز يعني اللي حصل ده كان بوز اجباري. صفاء انا مش عايزه انهي معاكي الفقره طبعا، غير انك صاحبتي بجد بجد دمها زي العسل. نورتينا وشرفتينا يا نونو. مشاهدينا اوعوا تروحوا في اي حته عشان لسه فقرات صبورنا وناليا ما خلصتش.